العلاج الجراحي لتنكس الركبة وإعادة التأهيل بعد الجراحة. في الركبة السليمة تنزلق العظام بسلاسة على بعضها البعض، لكن في الركبة المصابة بالتنكس يبدأ الغضروف في التآكل ويحتك العظم بالعظم. الحجرة الأنسية للركبة هي الأكثر إصابة بالتنكس، لأنها عند الشخص السليم تتحمل ما يعادل 60 إلى 80% من الوزن، حيث يقع المحور الميكانيكي للطرف السفلي إلى الداخل من مركز مفصل الركبة. إذا كان تنكس المفصل شديداً وكانت العلاجات المحافظة كتخفيف الوزن والعلاج الطبيعي والحقنة العلاجية غير ناجحة في استعادة الوظيفة، فقد يوصي طبيبك بالعلاج الجراحي. تشمل العمليات الجراحية خزع أعلى عظمة الساق الزنبوب، خزع عظمة الشظية القريب، الاستبدال الجزئي أو الكلي لمفصل الركبة. خزع أعلى عظمة الساق الزنبوب يستخدم خزع أعلى الزنبوب في حالة الإصابة بالتنكس في مراحله الباكرة التي تصيب جانباً واحداً فقط من مفصل الركبة، من خلال تحويل وزنك عن الجانب المتضرر من المفصل. هناك نوعان من هذه العملية، خزع وحشي مغلق وخزع أنسي مفتوح. يمكن أن يخفف الخزع الألم ويحسن بشكل كبير وظيفة الركبة المصابة. تهدف هذه العملية عند المرضى صغار السن لتجنب أو لتأخير استبدال المفصل. المريض المثالي لخزع أعلى الزنبوب هو مريض شاب أقل من 50 عاماً، غير بدين، مع تنكس حجرة أنسية معزولة، أي في الجانب الداخلي للمفصل، مجال حركة جيد لمفصل الركبة وبدون رخاوة أربطة وعدم ثباتية في المفصل، والمريض قادر على الالتزام بالتعليمات بعد الجراحة. تكنيك العمل الجراحي في الخزع الوحشي أصعب، مع وجود خطر إصابة العصب الشظوي والأوعية الدموية. ميزة الخزع الأنسي أنه أسهل وأبسط، وخطر إصابة العصب الشظوي أقل، ويتم خلاله تصحيح دقيق للمحور، لكنه قد يتطلب تطعيم عظمي، كما أن هناك احتمال لعدم الاندمال. علاوة على ذلك، قد يحد التثبيت غير الكافي من تحميل الوزن ويسبب خسارة زاوية التصحيح. إعادة التأهيل بعد الخزع الأنسي المفتوح: سترتدي جبيرة ديناميكية ويمكنك وضع وزنك جزئياً على ساقك بمساعدة العكازات لمدة تصل إلى 6 أسابيع وتبدأ علاج طبيعي. تستطيع القيادة بعد 6 أسابيع لسيارات الغيار اليدوي والسيارات الأوتوماتيكية إذا تم إجراء العملية على الساق اليمنى. أما إذا كانت العملية على الساق اليسرى، يمكنك قيادة سيارة أوتوماتيكية بمجرد أن يلتئم الجرح، أي بعد أسبوعين. تعتمد العودة إلى العمل بشكل كبير على نمط الوظيفة التي تقوم بها. في الوظائف المكتبية بعد 2 إلى 4 أسابيع، الوظائف اليدوية من 6 إلى 12 أسبوع، أما الوظائف التي تتطلب سلالم وما إلى ذلك بعد 3 إلى 4 أشهر. خزع الشظية الداني: يعتبر خزع الشظية الداني خياراً علاجياً ممتازاً لتنكس الحجرة الأنسية مقارنة بخزع أعلى الزنبوب، حيث أن اختلاطاتها نادرة جداً أو غير موجودة مقارنة بخزع الزنبوب. في هذا الإجراء تزال قطعة صغيرة حوالي 2 سنتيمتر من عظم الشظية في الجزء العلوي من الساق على بعد 6 إلى 10 سنتيمتر من الرأس الشظية. الاستطباب الجراحي لخزع الشظية الداني هو وجود تنكس أنسي معزول في الركبة. قد يؤخر هذا الإجراء أو يحل محل تبديل المفصل. بعد الجراحة يمكن للمرضى الوقوف والمشي في نفس اليوم دون ألم. تبديل مفصل الركبة: يمكن أن يشمل استبدال المفصل جانباً واحداً من الركبة أو ركبة بأكملها. يتضمن الاستبدال الكلي أو الجزئي لركبة استبدال الأسطح المفصلية التالفة للمفصل بمعدن أملس. تشمل المركبة الزنبوبية للمفصل، وهي القطعة التي تركب على عظمة الساق، قطعة من بلاستيك البولي إيتيلين متصلة بها تعمل كسطح حامل للوزن في المفصل الجديد. ستعيش معظم المفاصل الجديدة لأكثر من 20 عاماً. التعافي وإعادة التأهيل بعد تبديل مفصل الركبة: تبدأ إعادة التأهيل مباشرة بعد الجراحة. ستسير بمساعدة الوكر في اليوم التالي، ويسمح لك بوضع أكبر قدر ممكن من الوزن على ساقك التي خضعت للعملية ما لم يوصي الجراح بغير ذلك. سيساعدك المعالج الفيزيائي على استخدام جهاز CBM، وهو جهاز يحرك المفصل ببطء وبلطف بعد الجراحة، يساعد في منع تشكل الأنسجة الندبية وتيبس المفصل. يمكن للمعالج الماهر تسريع عملية الشفاء والمساهمة في إنجاح العملية. اعتماداً على حالتك قبل الجراحة، ستحتاج للعلاج الطبيعي لمدة تصل إلى 3 أشهر تقريباً.
بعد 3 أسابيع من الجراحة يجب أن تكون قادراً على المشي لأكثر من 10 دقائق في كل مرة بدون وكر أو عكازات. سيشجعك معالجك الفيزيائي على المشي لمسافات أطول والتوقف عن استخدام الوكر أو العكاز. لا يسمح لك بالقيادة لمدة 6 أسابيع إذا تم استبدال ركبتك اليمنى أو إذا كانت سيارتك يدوية الجير، و4 أسابيع إذا تم استبدال ركبتك اليسرى. يمكنك السفر بعد 6 أسابيع. قبل هذا الوقت قد يؤدي الجلوس لفترات طويلة أثناء السفر إلى زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية. تعتمد العودة إلى العمل بشكل كبير على طبيعة عملك. إذا كان لديك وظيفة مكتبية، فيمكنك العودة إلى العمل في غضون 4 إلى 6 أسابيع. أما إذا كانت وظيفتك تتطلب المشي أو السفر أو رفع الأوزان، فقد تحتاج إلى ما يصل إلى 3 أشهر. معظم الأنشطة الرياضية جيدة باستثناء الجري أو القفز. نوصي بشدة بتجنب الجري أو القفز. هذا لا يعني أن المرضى غير قادرين على القيام بهذا النشاط. كل ما في الأمر أننا لا نعتقد أنها فكرة جيدة بما يتعلق بعمر المفصل الافتراضي. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 3 أشهر للعودة إلى معظم الأنشطة، ومن المحتمل أن تستغرق 6 أشهر إلى سنة للتعافي التام والوصول إلى أقصى قدر من القوة والقدرة على التحمل بعد تبديل المفصل الركبة.